أبلغ الكرملين الولايات المتحدة الأمريكية بأن الوقت ينفد أمام إجراء مفاوضات لاستبدال معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية. وأشار الكرملين إلى أنه إذا انتهت صلاحيته للمعاهدة في 2026 دون استبدالها فسيؤدي ذلك إلى إضعاف الأمن العالمي. وتلزم معاهدة نيو ستارت المبرمة عام 2011 الولايات المتحدة وروسيا بالحد من نشر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من غواصات وقاذفات القنابل الثقيلة المزودة بأسلحة نووية. كما تضع المعاهدة قيودا على الرؤوس النووية المثبتة على الصواريخ المنشورة وعلى قاذفات القنابل وراجمات تلك الصواريخ.